إلى اليمن الآن وتقرير عن الجنبية، وهي شيء يلاحظه بالتأكيد كل زائر لليمن، ذلك الخنجر الذي لا يسير اليمني دونه، يضعه هنا في تقليد عمره أكثر من 2000 عام، ويتفنن كما يبدو صناع الخناجر في اليمن بتصنيعها وتزيينها، فيحمل كل منها إشارات ورموز لها دلالاتها. فؤاد الحداد من اليمن أراد أن يحدثنا عن الجنبية أو الخنجر اليمني، فزار ورشة لتصنيعه وأرسل هذا التقرير. لعل أول ما يلفت الزائر لليمن ذلك الخنجر الكبير الذي يتمنطقه معظم الرجال، إنه الجنبية كما يسميها اليمنيون، ويتفق الكثيرون على أن أصل الجنبية يمني، ويؤكد عدد من الباحثين اليمنيين هذا الرأي، وقالوا أنها مستخدمة منذ آلاف السنين. ويدعم رأي هؤلاء أن المتحف الوطني بصنعاء يضم قطعا أثرية للخنجر اليمني تشبه الجنبية في شكلها الحالي، تعود إلى 2000 عام قبل الميلاد. ومن أبرز هذه القطع تمثال برونزي للملك اليمني نادي كرد، يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، ويظهر فيه وهو يتمنطق خنجرا شبيها بالجنبية الحالية. طبعا اليمني ما يمشي إلا بالجنبية، وأول ما يوصل اليمن حتى ما اختلف ولا ما كان، يعني الجنبية هي رمز اليمني، وأول ما يهيئك يعني يشوف ويشخصك الآدمي بالجنبية، يقيمك بالجنبية كم سعرها وكيف كم تسوى هذا وكيف الجنبية يعني شكلها. هذا أنواع الجنابية أنواع كثيرة، وطبعا المبتكرين للجنابي هم اليمنيين، وفي البيضاني الشبواني الحضرمي، ونصنع كذلك يعني النجراني لا نجران، وهن أنواع مثل هذا يعني شوف نجراني حضرمي بيضاني يلبسوها، وهذا الصنعاني وهذا كذا الصنعاني وصنعاني يعني والدمار وجميع المحافظات كل واحد يمتاز بجنبيته. الجنابية الصيفانية ما بش كلمة اسم صيفاني إلا واحدة درب، هذا أولا معلومة يعني لجميع كافة اليمنيين، يجي لك مسكن ويشوف أي جنبي يعني يقول لك صيفاني، أو ما بش اسم صيفاني إلا وحيد القرن، هذا معلومة خذوها في رأسكم. أغلى جنبية طلعت مليون دولار صيفاني، هذا مواصفات الصيفاني. هي الجنبية تمتاز يعني عن شخصيتها يعني الذي كان راعيها وعلى شان سمعتها، وطيب الجنبية هو عمل الجنبية بهذا الاسم، قليلات إلى مليون دولار، والأسعارنا الآن 10 مليون 5 مليون مليون وخمس. وتمر صناعة الجنبية بعدة مراحل، أولا النحت، ثم تأتي مرحلة تسديد الأفقار بالمعدن، ثم يصنفر رأس الجنبية، لتأتي مرحلة تركيب النصلة، ثم تأتي مرحلة التسهير والحزام، لتكن بذلك الجنبية جاهزة. ويستخدم الخنجر للزينة أكثر مما يستخدم كسلاح، ويعتبر خروجه من الغمد لغرض التهديد أو القتل من العيب الكبير الذي يحاسب عليه الشخص بسبب إخراجه للخندق. الجنبية هي تعتبر من التراث، يعني ورثناها عن آبائنا وأجدودنا، ويعني كان آبائنا وأجدودنا إذا أي واحد حد إنسان بالجنبية
يتحمل الهجر ويتحمل ومن العيب ومن القبيلة وفي الشرع وفي وتلبسها كل الفئات العمرية، ولا يتم ارتداؤها إلا مع الزي الشعبي اليمني، سواء كان ثوبا عربيا أو مزرا، ويعتبرها الكثير من اليمنيين قطعة ضرورية من الزي لا تكتمل الزينة إلا به، ورمزا للشرف والرجولة. ومع كل ذلك فمن الواضح أن الزي القردي متمثلا في البنطلون والقميص لا يتناسب لبس الخنجر اليمني معه. ويستخدم الخنجر في الرقص اليمني أو ما يسمى بالبرق في المناسبات والأفراح بأنواعه الحاشدي والحرازي والهمداني والمطري، ليكون الخنجر رمزا للرموز التراث اليمني. بالنسبة للجنبية في تراث حق أبانا وأجدادنا، وللبرعة وللرقصة وللحرسان يلبسوها مع الثوب مع المعوز واصل دائما. يبقى الخنجر اليماني أو ما يسمى بالجنبية نوع من أنواع التراث اليماني المتوارث منذ القدم، ليمثل بذلك إرث حضاري أصيل. فؤاد الحداد، قناة BBC، لبرنامج أنا الشاعر.